يقوم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية الأولى، حيث أشرف على تنفيذ تمرين تجريبي لاستعراض طائرات دون طيار. فبالميدان المركزي للجو بحاسي بحبح، وبعد مراسم الاستقبال ورفقة الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء عبد الحميد غريس وقائد القوات الجوية اللواء حميد ممعيزة، تابع السيد الفريق عروضا مفصلة حول سير التمرين ومختلف مراحله ليتابع مختلف أطوار تنفيذه، بدءا من عملية الاستطلاع الجوي إلى تنفيذ الرمايات. للعلم فإن هذه الطائرات بدون طيار تم تصنيعها بالجزائر من قبل مهندسين وتقنيين وإطارات من الجيش الوطني الشعبي، واختير لها اسم الجزائر 54 والجزائر 55 تيمنا بهاتين المحطتين التاريخيتين البارزتين في مسار الثورة التحريرية المباركة. ويأتي تنفيذ هذا التمرين التجريبي بغرض اختبار القدرات العملياتية لهذه الطائرات في مجال الاستطلاع الجوي، كما أن تنفيذ هذا التمرين الاستعراضي لمنظومات الطائرة بدون طيار الثاني من نوعه بعد ذلك الذي تم تنفيذه نهاية شهر أكتوبر الماضي، يؤكد حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على المسايرة الفاعلة للتطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده الميدان العسكري، لا سيما في مجال الطائرات بدون طيار التي أصبحت إحدى أهم الوسائل التكنولوجية الحديثة التي أثبتت نجاعتها في الميدان في مختلف أشكال العمليات، لا سيما المراقبة الجوية المستمرة والبث الآني لمعلومات الاستطلاع. كما يعد هذا التمرين بمثابة الاختبار الحقيقي والميداني لمدى الانسجام العملياتي والتنسيق بين كل من الطائرات دون طيار وبقية الوسائل التي تقوم بتنفيذ مهامها وفقا لما تتلقاه من معلومات استطلاعية دقيقة.